السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إطلالة جديدة أيها الإخوة والأخوات، ومع هذا اللقاء مع أحبابي وإخواني الذين أحبهم في الله، أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان، أهلا بك. أهلا 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 أربعة أهلا دكتور غريب. أخي وحبيبي فضيلة الشيخ أمين، أهلا بك شيخ أمين. يا مرحبا دكتور، الله يكرمك. أخي وحبيبي أيضا الشيخ أحمد جلال، رفع الله قدرك. الله يرفع قدرك يا دكتور. وأخي الفاضل الدكتور عبد الرحمن، أعزك الله، ربنا يحفظ دكتور، وبارك الله فيك وفي كل الحبايب. أيها الأحباب، نلتقي في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة عن أمر مهم يحتاجه كل مسلم في هذا الوقت الذي لعبت الهزيمة النفسية عند الكثير دورا كبيرا. نعم، الهزيمة النفسية، وهذا هو أقوى الأسباب لتدمير أي مجتمع من المجتمعات وفي أي معركة من المعارك. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوض المعركة يركز على هذا الجانب، جانب الصلة بالله، الثقة في الله. فنحن نتحدث معكم الآن عن موضوع بعنوان إن الله معنا. وفي بداية الحديث أتوجه لدكتور حازم وأقول يا دكتور حازم، حينما يثق العبد في ربه تبارك وتعالى، ما هي الثمرات العظيمة التي يجنيها العبد في الدنيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فثقة في الله زي ما حضرتك قلت دي أكبر عاطفة تغييرية في الحياة. الإنسان لما بيثق فقد استمسك بالعروة الوثقة. الثقة في الله دخلت إبراهيم النار وما خافش. الثقة في الله خلت ابن تيمية لما لقى واحد دجال بيقول للناس ان هو يقدر يمشي على النار وما يتحرقش، قال له ادخل انا وانت الحمام. حمام ده له زمان يعني ايه، ميه سخنه بتنزل على الجسم تدوب اي شحوم الراجل بيضحك على الناس بيها، فيعدي في النار والشحوم تمنع الجسم عن النار. قال له ادخل انا وانت الحمام ثم ندخل النار سويا، فايونا احترق فعليه لعنه الله. واثق، فالراجل خاف ويهرب. فقالوا له بعدها لابن تيميه، اكنت ستدخل النار حقا؟ قال نعم، ثقه بالله وتوكلا عليه. الثقه بالله دخلت الناس النار يوم القيامة. ازاي؟ اهل الفترة الذين لم يبتبلغهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا في الدنيا الامتحان كان كبير جدا، فربنا بيعقد سؤال واحد بس في لجنة الاخرة للي ما امتحنش في الدنيا، بيعقد سؤال واحد بس يتوقف عليه مصير الانسان ده. تتخيل السؤال ده يبقى ايه؟ يعني ربنا هيقول له ايه؟ هيقول له صلي، هيقول له صوم، هيقول له ايه؟ سؤال واحد يتوقف عليه مصيره. يروا نارا ثم يأمرهم الله بعدما رأوا جلال الله وعظمة الله ورحمة الله يوم القيامة اللي بتخلي إبليس نفسه يرفع رأسه يتطاول يظن أن ستبلغه الرحمة، يعني سبحان الله لازم من كتر رحمة ربنا يوم القيامة. ثم يأمرهم أن يدخلوا فيها، فمن دخلها ثقة بالله سبحانه وتعالى، فمن دخلها كانت عليه جنة، ومن لم يدخلها كان من أهل النار. يعني السؤال الوحيد اللي يتوقف عليه مصير الناس يوم القيامة ثقة في الله. يعني انت متخيل معنى الثقة في الله في الدين شكلها ايه؟ الثقة في الله، اهل الكهف من بدائع اللفتات البلاغية في القرآن، قول اهل الكهف لما جم ياخدوا القرار الرهيب، قرار احنا شباب مش هنتجوز مش هنخلف، ما عدناش هنشوف اهالينا، ما عدناش هننزل الدنيا، هنسيب المجتمع هنروح في خرابة ضلمة كهف على جبل، هنعيش هناك، هناكل منين، هنشرب منين، مرافق الحياة هنجيبها منين، هنعمل ايه؟
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا. إذا اعتزلتموهم زي قسم العزل في مستشفى الجامعة كده, لما يجيبوا المريض اللي خلاص رجله هتتبطر وإذا تتبطر يقول لك اعزله, ليه بقى خطر على المستشفى كلها. إذا اعتزلتموهم معصية الناس بقت خطر على ديننا, لازم ناخد قرار فوري نحمي فيه ديننا من المجتمع الذي لا يستجيب لأمر الله. وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. علماء اللغة قال لك ينشر بالجزم, ليه؟ قال لك دلالة على قمة اليقين ان انت لما هتاخد القرار انك انت هتأوي الى الله وهتلجأ الى الله وهتسيب الدنيا بالاسباب, ده انت هتسيب الدنيا اسباب كلها, ده انت هتسيب الاكل والشرب. قال لك اليقين ويهيئ لكم من امركم مرفقة, اي يهيئ لكم مرافق الحياة. ربنا مش هيسيبكم لما وفقوا في الله. يا دكتور غريب, ربنا عمل لهم ايه؟ وترى فعل مضارع. قال لك دلالة ان 309 سنة المعجزة دي بتتجدد كل يوم. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كافين ذات اليمين, يعني الشمس اشعتها بتنحرف من على الكهف, يعني سنن الكون بتتغير. واذا غربت تقرضهم ذات الشمال, الانسان محتاج 3 دقائق شمس عشان والا يموت. الشمس من المدخل الثاني تديهم بعض الاشعه, وفي قول ثاني يعني ايه في قول وهم في فجوه من فجوه مدخلين زي ما بالظبط كده تفتح شباك الاوضه وباب الاوضه فيعملوا طيار هواء, فهم في حته واسعه والهواء داخل من هنا خارج من هنا, يعني كانهم في شقه في بلكونه على بحر اسكندريه في برج, يعني منظر باهر. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود, ربنا بيحمي عينيهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لسه كنت بزور يعني 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 امنا الفاضله يعني زوجة يعني يعني احد النساء الفاضلات في العمل الخير يعني, فزوجها في غيبوبه, فبتقول انا والدكتور قاعد يقول لازم نقلبه, بتقول لقيت واحد بيقرا في التلفزيون ونقلبهم ايه ذات اليمين وذات الشمال. سبحان الله العظيم, ايه الحنان ده؟ المفسرين قال لك ده عامله زي اللي بيقلب طفل في الماء. ايه الحنان ده؟ يعني لما وفقوا في الله ربنا غلوهم سنة الكون. كنت لسه هقول كده, العبد يمشي على مراضي الله عز وجل, العبد ينشغل في كل موقف انه ازاي يرضى ربنا سبحانه وتعالى, وكل ثقه ان ربنا عز وجل انه لو رضى ربنا هيرضيه, لن يضيعه, وانه لو بقى مع ربنا هيبقى كما كانت هاجر لما قال لها جبريل من أنت؟ قالت أنا أم ولدي إسماعيل. أنا أم ولدي إبراهيم. فقال إلى من وكلكما؟ فقالت إلى الله. فرد فقال إذن وكلكما إلى كاف. خدت بال حضرتك لما أتى إبراهيم ليترك هاجر وولدها سيبهم ماشي, فبتقول له إلى من تتركنا إبراهيم ولا يرد عليها؟ مرة اثنين ثلاثة. فقالت له الله أمرك بهذا؟ فقال اللهم نعم. فقالت بكل ثقة إذن لن يضيعنا. فهو اللي أنا عايز أقوله إن العبد ينبغي عليه إن يمشي على مراضي الله سبحانه وتعالى, واثق إن ربنا عز وجل لن يضيعه. إلى أي مدى يا شيخ أمين؟ إلى أي مدى ربنا عز وجل لا يضيع عبده حينما يثق فيه, حينما يمتلئ قلبه كده انه عايز يرضى ربنا ومش خايف من حاجه ولا. اولا كفايه الله ليس لها حدود, ولكن الكفايه لكل رجل على قدر ثقته في الله سبحان الله. ايوه, يرزق المرء على قدر دينه, ويبتلى المرء على قدر دينه, ويرضى العبد عن ربه على قدر رضا الله عنه, ويحبه بقدر حب الله له, وهكذا الامور تسير معايا, وهكذا الدرجات تحدد معايا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا يلتفت إليها إلا من اضطر إلى الثقة في الله في مأزق لم يدخل إليه غيره. زي إيه؟ زي نبي الله يونس. نعم. في بطن الحوت في ظلمات ثلاث نزل تحت خالص, ومع ذلك يثق في الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن بطن الحوت دي خلقها الله, العصارة اللي بتنزل منه اللي بتدوب العظم معايا دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعمل فيها هذا, هو الذي خلقها على هذا. هو يعلم أن البحر ده جندي من جنود الله, وهو الذي يعلم أنه بما أنه دخل إلى هذا المأزق بقدر الله تعالى لن يخرجه منه إلا من أدخله. يعني فقال يعني لا إله إلا أنت. الأسباب بيد الملك سبحانه وتعالى, فلما العبد يثق في الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل قد يجعل اسباب لا تاتي بفعلها مع العبد. زي ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما القي في النار كانت بردا وسلامه, العصاره اللي تاكل
يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هنا ما عملتش أي حاجة. هنا المسألة إن الثقة في الله سبحانه وتعالى أنت قلت لي إلى أي مدى؟ لا، هي الثقة في الله المفروض أنها ليس لها حدود. ليس لها حدود. طيب الثقة في الله تعالى بالنسبة لكل شخص على قدر دينه، على قدر إيمانه، على قدر معرفته لله تعالى. لذلك العجيب أنك تلاقي النبي الله يونس ما بيقولش لا مخلص إلا أنت سبحانك، لا رزق إلا أنت، لا قوي إلا أنت، قال له إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك، لأن الإله هو المحبوب الكامل. نعم. المطاع الكامل، طاعة كاملة معايا، الذي تأله إليه القلوب. أنا أتوجه إليك أنت وحدك، لا كنت بفكر أن أنا أتصل لأن الناس معاه محمول، أي مشكلة أي حادثة تحصل تبص تلاقي واحد راح راكن على جنب وراح ماسك المحمول بيتصل بمين؟ بمن يثق فيه. نعم. معايا ال- 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 الأم مثلا لو حصل حاجة لابنها على طول بتنادي مين اللي بتثق فيه. الطالب في المدرسة لو فقد جزء من دراسته بينادي مين اللي بيثق فيه. المريض لما بيحتاج لحد يطبب له مرضه بينادي مين؟ الطبيب اللي بيثق فيه. كذلك الأمر في وقت الأزمات لا يذهب الإنسان إلى كذلك الأمر. من يثق فيه. لذلك كلام الأنبياء والرسل كله يقول هذا، يقول إيه؟ يقول أنا لا أتعلق إلا بمن خلق الأسباب وخلقني وخلق الابتلاء وخلق الفرج وخلق كل شيء. لذلك يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يخرج منهم هذه الثقة ليأخذوا درجاتهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هم فعلوا ذلك ومن تشابه معهم. معايا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها يونس فقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الذين يؤمنون بذلك. نعم. طب برضو الثقة العجيبة التي كانت في قلب نبي الله إبراهيم حينما رأى الرؤية بذبح ولده. ما هو هنا أصل الثقة لها معاني وليها درجات. في ثقة في المنهج، إن ربنا شرع لك منهج أنا بدخل فيه بقلب جامد. ربنا شرع الصلاة أنا بصلي، الوضوء أنا بتوضى، الدين أنا بدخل فيه. الثقة في المنهج، الثقة في شرع الله سبحانه وتعالى. إن إزاي ربنا قال لك في المنهج ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت بتعمل إيه؟ بتتقي الله وبتبقى كلك ثقة إن اللي ربنا وعد به على المنهج معايا جاي ومتحقق. ومنه قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم نفسه وعملوا الصالحات نفسه لا يستخلفنهم في الأرض نفسه. نعم تمام. ونفس الموضوع الثقة مثلا في عقوبة الظالمين. لا أنا عايز أنتقل للشيخ أحمد جلال، أرجع لحضرتك تاني. بقول يا شيخ أحمد لا يستخلفنهم في الأرض، دي تخلينا واثقين إن دين الله عز وجل سيمكن له. التمكين قادم، بس الفكرة هل إحنا فعلا بنعمل لذلك؟ هل إحنا فعلا جنود تعمل لتمكين دين الله تبارك وتعالى في الأرض؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني هبدأ في البداية برضو بشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع، لأن على يقين إن هذه نعمة، وهذه النعمة لن تستمر إلا بالشكر. إلا بالشكر. طيب نعم الله بالشكر. فلا بد إن أنا في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع. جزاك الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجمعنا دائما على الخير. الله أمين. في الجنة. كلامك دكتور غريب كلام قوي جدا. إحنا في كثير من الأوقات بنمر بأزمات، وفي كثير من الأوقات بنقول إحنا بنثق في الله سبحانه وتعالى. ولكن هل إحنا أهل فعلا إن ربنا ينصرنا؟ هل يا ترى إحنا لما بنقع في مشكلة بنثق في الله؟ ليه دايما لما بنقع في مشاكل الثقة عندنا في ربنا سبحانه وتعالى أو عند بعض الناس تبقى ضعيفة؟ أول حاجة دكتور غريب بتمنع دايما من الثقة في الله سبحانه وتعالى، بتمنع عند بعض الناس من الثقة في الله سبحانه وتعالى، هو الاستعجال. هو أنا خلاص أنا واثق جدا إن ربنا ينصر هذا الدين، واثق جدا إن الظالم اللي أسفك الدماء وصنع إن ربنا يهلكه، ولكن أنا ليه أنا ثقتي في ربنا مهزوزة؟ أول حاجة لأن أنا مستعجل. يا جماعة لازم نعرف كويس جدا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة التمكين ليوسف عليه الصلاة والسلام مع أول يوم دخل في القصر، وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك مكننا ليوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا بيذكر الآن أنه مكن له، ولكن التمكين الحقيقي جاء إمتى؟ بعد سنوات طويلة. ولكن الصبر على أنا موقن إن شاء الله وعد ربنا واقع، بس ما استعجلش. كان في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره يعني خلاص التغيير قرب.
يعني التغيير قرب فقنط. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي يا جماعه. مش معنى ان موعود ربنا هيتحقق بنصره المظلوم واهلاك الظالم ان ده هيكون بكره ولا بعد اسبوع ولا في يناير ولا في شهر كذا ولا في شهر كذا. لا لا لا، موعود ربنا واقع واقع، بس امتى؟ دي عند ربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجه دايما بتخليني الثقه عندي بتتهز الاستعجال، عشان لو اتاخر النص اسبوع يبدا الثقه، تبدا الثقه هنا تهتز. لما جاء الرجل وقال للنبي عليه الصلاه والسلام الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط، غاضب النبي. الجزئيه الثانيه يا دكتور غريب بتخليني دايما الثقه بتتهز في قلوبنا، ان انا دايما ببقى مصاحب اصحاب القلوب الضعيفه. لا ننسى ابدا قول الله عز وجل المرجفون اللي ربنا سماهم في القران مرجفون. نعم، المرجفون في المدينه. وربنا كان دايما بيجمعهم مع المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والايه؟ الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. دايما الانسان مننا لما بيصاحب دايما اصحاب القلوب الضعيفه، اصحاب الارجاف، بيفقد الثقه في الله سبحانه وتعالى. يقينا بيفقد الثقه. في قول الله عز وجل اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، سيدنا جابر يقول نزلت هذه الايه فينا بنو سلمه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، وراس النفاق عبد الله بن سلول يقول لو نعلم قتال اتبعناكم. ولما رجع عبد الله بن ابي بن سلول احنا كدنا ان احنا نقع، كدنا ان احنا نفقد الثقه. نعم، لولا ان الله ثبتهم. انت فشل، الفشل هنا كان ترك الميدان والرجوع المدينه. الجزئيه الثالثه عدم تدريب النفس على الثقه في الله سبحانه وتعالى. يعني الواثق لا يمكن ان يكون فاشلا ابدا. ابدا، محتاجين يا دكتور غريب ان احنا نتدرب على الثقه في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يوصل سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام الى مرحله الثقه في الله، كان هذا يستلزم تدريب وتربيه من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. معلش سريعا سريعا، اول موقف لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام مع ربه عز وجل، وما تلك بيمينك يا موسى، وربنا امره ان يلقيها. ربنا قال لنا في سوره النمل فلما راها تهتز كانها جن ايه ها ولا يا موسى اقبل ولا تخف. هنا كان في خوف صاحبه، خوف صاحبه ايه؟ حركه سريعه. المره الثانيه لما ربنا اعطاه الامر يا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، ساعتها قال ربنا اننا نخاف. خد بالكم المره الاولانيه كان خوف مع جري، المره الثانيه قال خوف مع قول، المره الثالثه هو ده التدريب. المره الثالثه لما ربنا القى عصاك مع السحره كانت النتيجه فاوجس في ايه؟ ها؟ في نفسي خيفة موسى. مرة الأولانية الخوف كان في أشده مع حركة، مرة تانية خوف مع قول، المرة تالتة مجرد خوف داخلي، المرة الرابعة قمة الثقة لما كان البحر قدامه وفرعون من ورائه. قال أصحاب موسى إن مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الثقة قبل الفم طبعا، الثقة في الله مش هتيجي مرة واحدة زي ما الشيخ أمين كان بيقول الآن، ده محتاجة إيمان ومحتاجة تدرج، وكلما على إيمان الإنسان كلما ازداد ثقة في الله. نعم، زي صحيح. موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع أول مرة لما ألقى العصا يختلف تماما مع موقف موسى في آخر مرة لما قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك أيضا إحنا مشكلتنا يا دكتور غريب إن إحنا ما عندناش معرفة بقوانين الله في الكون. يعني في ظالم وفي مظلوم، إحنا بنظن إن المظلوم ده ثقة في الله عز وجل انه تاني يوم الظالم ده هيهلك. لا يا جماعه مش كده، اللي هي معنى الاستعجال. ربنا دي السنن بقى، ان انا اعرف السنن، ان الله لا يملي للظالم، يبقى مش من اول يوم هيهلكه. صحيح، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه ولم يلفته. مشكلتنا الخمسه مع الثقه دكتور غريب ان احنا حقيقه عندنا ضعف في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. ده اكبر خلل، هي دي المشكله. طيب هنرجع لها ان شاء الله. بس أنا عايز بعد ما الكلام اللي حضرتك قلته يعني إيه، عايزين بعدها نبص الثقة عند الجماهير، الثقة في الله سبحانه وتعالى. خلي الناس كده رصيد الثقة يعلو عندها، اشحنهم يا شيخ عبد الرحمن. الله يجمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أستاذنك وأستاذن الشيخ أحمد، معرفة الله عز وجل. أنا يعني الخطبة الماضية لي كانت بعنوان الكنز الحقيقي. كانت سبب الخطبة دي يا دكتور ريب ومشايخنا، سبب الخطبة دي أن أنا ماشي في الشارع لقيت واحد بيقول لي واحد يا عم معرفة الناس كنوز، معرفة الناس كنوز. سبحان الله، انت فعلا لو انت زي ما الشيخ امين برضو قال انت ماشي في الطريق وراكب سيارتك وواحد خدك مخالفه، اول حاجه بتعمل ايه؟ تقوم تتصل باللي تعرفه،
الحقني يا ضابط انا فلان كذا. طيب انا اكلمونه ما تقلقش ده تحت ايدي. لو انا جالي مرض ربنا يعافينا ويعافيكم وحصل اي حاجه وانا اعرف رئيس القسم اللي بيعالج المرض ده اتصل بيه على طول انا جاي لك لا هتدخل المستشفى حالا وكل حاجه تبقى زي الفل. لو انا عاوز ابني عماره ومش عارف ولا عاوز اعمل حاجه ومهندس يا اخي لو انا عاوز عندي سباكه وعندي حوض عامل وعارف واحد كويس سباك وبيعرف يصلح كويس بتصل بيجي يصلح على طول. سبحان الله لاني معرفه الناس كنوز. حاجتين هم حاجتين انه يكون كفء وانه يقف جنبك. لان معرفه الناس كنوز كما تفضلت معرفه الناس كنوز. انا لما يعني عرفت واحد في هذا المجال ما قلقتش. فما ظنكم برب العالمين لو كنت فعلا تعرف الله جل وعلا يدبر لك امرك. يا اخي في كلمه والله العظيم لو ايقنا منها والله العظيم لما شككنا في اي شيء لم تلأت قلوبنا ثقه في الله جل وعلا. قول الله جل وعلا هو علي هين. كل حاجة على ربنا هينا يا أخوانا. هذا الواقع الذي ترون هذا الظلم هو هين علي علي هين أي ظلم ترونه أي مصيبة تحصل أي مشكلة تحصل هو علي هين. إزالة الظلم على الله هين. نصر الله المسلمين على الله هين. يا أخي الحبيب ده رجل بسيط فلاح لكن ملأ الله جل وعلا قلبه ثقة ويقينا كما قال ابن مسعود عند البخاري تعليقا. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. اليقين نعم. الإيمان كل اللي عنده ثقة في الله وعنده يقين في الله هو ده أصل الإيمان. هو ده الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا له من العافية. يعني ما فيش حاجة قبل اليقين ما فيش حاجة قبل الثقة من الله. حتى العافية إن ربنا يعافيك في دينك ويعافيك في أولادك ويعافيك في صحتك ويعافيك في مالك ويعافيك في بيتك ويعافيك في زوجتك قبل كل ده إن ربنا يملأ قلبك يقين وثقة فيه سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخي حبيبي يا دكتور ريب إن لو إنسان عنده ثقة في الله هو علي هين. لو الناس فهموها لو الناس فهموها زي الفلاح البسيط الأعراب البسيط اللي ما يعرفش حاجة. أول ما أمريكا طلعت الطيارة الشبح أيام حرب الخليج الأولى أيام حرب العراق الأولى والمرجفون بقى زي ما الشيخ أحمد قال المرجفون بدأ يخوفوا الناس يقول لك يا عم ده الطيارة الشبح ده أمريكا ده أنا ما أقدرش نتكلم ده أمريكا والتطور والطيارة الشبح دي تعرف ماركة الفانيلا اللي أنت لابسها وأنت ماشي. شوف بقى من شدة تخويف الناس ده أمريكا أنت بتتكلم في إيه؟ نقف ده أمريكا. فطلع فلاح بسيط والله بمنتهى الفطرة قال لهم يا أخوانا أنا عاوز أسألكم سؤال يا اللي أنتوا خايفين من أمريكا الطيارة الشبح دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ قولولي ده الفلاح البسيط الطيارة الشبح دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ ألا تحت خلاص فالذي فوقها يملكها خلاص. أنتوا قلقين من الواقع ليه؟ أنتوا خايفين من الظلم ليه؟ أنتوا تعبانين ليه؟ ما تتعبوش نفسكم أنتوا ابذلوا الأسباب والله جل وعلا سينصر دينه. وعدنا الله جل وعلا بالنصر والتمكين بالرزق بالعطاء بالكفاية بشرط من مكان لا يخطر ببالك من حيث لا تحتسب حتى أنت ما تفكرش فيها خالص. سيسقط الله جل وعلا الظلم من حيث لا تحتسب بس أنت أبذل الأسباب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي شوف النبي تعلم منه الثقة تعلم من النبي الثقة. وأنا بقول هذا الكلام نحتاجه فعلا في هذه الأوقات نحتاج أن نبث الثقة في قلوب الناس لأن الناس فعلا متزعزعة وخلاص حتى استيئسنا خلاص. لما جاء الناس إلى عمر بن الخطاب وقالوا يا أمير المؤمنين ادع الله جل وعلا أن يسقينا فقد قنط الناس يعني خلاص هنموت ادع ربنا يسقينا بقى. قال قنط الناس إذا سقيتم. قال فوالله نزل علينا المطر. فذهبوا إلى أمير المؤمنين قالوا لا نعجب من السقيا احنا مش مستغربين المطر نزل إنما نعجب من قولك إذا سقيتم حتى إذا استيأس الرسل لماذا جئت بها؟ قال ألم تسمعوا قول الله جل وعلا يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. مش أنت طالب مطر لا ده مش مطر بس وينشر رحمته. قال الله جل وعلا قادر. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ثقته في الله جل وعلا. انقطعت الأسباب خلاص. جاء المشركون عند باب الغار عنوان اللقاء إيه؟ إن الله معنا. هو دي القصة في دي. جاء المشركون عند باب الغار ولم يكن ثم على باب الغار لا عنكبوت عشش ولا حمام باط بل كان الغار مفتوحا. وهذا من الإعجاز أبلغ في الإعجاز. كان الغار مفتوحا وجاء المشركون. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر مع أبي بكر اثنين عند في الغار ينظر إلى قدم أبي جهل وإلى قدم الوليد وإلى قدم عتبة ودا رجل الفرس يرون أقدامهم لو واحد وطها يشوف. فقال يا رسول الله يا رسول لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لرآنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى والأمثلة كثيرة يعني لو بدنا نأخذ حق إخواني ربنا يبارك فيك. أهم حاجة إن العبد يكون في كل حال بيقف متأملا
مليا مركزا كيف يرضي الله في هذا الموقف؟ كيف يحقق الجندية لله سبحانه وتعالى؟ لقول الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. بهذه الطريقة لما العبد يستشعر جنديته لربنا سبحانه وتعالى هتأتي الثقة، بل الثقة من أقوى دعائم الجندية. والعبد لما يبقى واثق في ربنا دكتور حازم هيجني ثمار عظيمة جدا جدا في الآخرة. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة الثقة في الله من البدائع في يعني في التدبر في امتحان الدار الآخرة، ان امتحانات الآخرة كلها مبنية على الثقة. يعني مش بس امتحان اهل الفترة انه مبني على الثقة، امتحان القبر نفسه امتحان الملكين. هو امتحان الملكين، في ناس فاكرة انه هو هيدخل القبر هيقوم جاي له ملكين لابسين غطرة بيضة زي الشيخ امين كده وحاطين المصحف في جيبهم ويقولوا له احنا تبع بقى ايه ملكين بقى احنا تبع القرآن اللي ربنا انزله على محمد، من ربك وما دينك. هو مش قادر يتخيل ان اصلا الملكين دول هو مش عارف هم مين اصلا ولا تبع مين ولا تبع اي دين. وهذه من يعني الحاجات اللي تفزع من امتحان القبر. ليه النبي اقشعر جسمه من امتحان القبر ومن فتنة القبر عليه الصلاة والسلام؟ اسودان ازرقان بصرهما كالبرق وصوتهما كالرعد. ربنا يبارك فيك يا دكتور غريب. برضو انا لا اتحدث عن وصفهم، انا اتحدث عن ان انا مش عارف هم تبع مين، من ربك. يعني استغفر الله العظيم، ممكن واحد يظن ايه، طب ما ممكن يقول عيسى احسن يكون تبع النصارى، احسن يكونوا تبع اليهود، هو ما هوش عارف دول تبع مين اصلا. يعني نقصد الفزع اللي بيعم الشخص. ايوه طبعا. فعشان كده مساله مش هيثبت في الفزع ده الا الواثق، الا الموقن، الا الموقن يقين راسخ. انا يعني فاكر كان في ايام زمان في يعني كان في قصه كده من قصص الاكشن، يعني كان واحد بيقراها، فزي مخابرات كده قبضت على واحد وقاموا مدخلينه اوضه، هو مش عارف هو مين اللي قبض عليه اصلا، وهو في طرفين بيتصارعوا عليه، هو مش عارف وقاموا حاطينه في اوضه، وقام طالع سكاكين كده من الجدار ده وسكاكين من الجدار ده، والجدارين قعدوا يقربوا منه وبقى بينهم هيتقطع. قال له انت تبع مين؟ فهو لو قال انا تبع دول والتانيين هم اللي هيقطعوه، ولو قال انا تبع دول والتانيين. الناس مش قادره تتخيل يعني امتحان قبر، امتحان ثقه ان زي يعني فمن ربكم انتما، ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد والكتاب الحق والقران. فمساله الثقه هي اللي بتنجي في الاخره، هي اللي بتنجي في الاخره، مساله الثقه في الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا دلوقتي واحنا بنتكلم في سوره الفاتحه مثلا، يعني اهدنا الصراط المستقيم، بعض المفسرين وقف امام هذه الايه وقال لك ليه مش ارزقنا، ليه اهدنا، ليه مش اشفنا، طب ما الهموم كتير اشمعنى اهدنا. فقال لك بص للايه اللي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت عليهم. قال لك لان الهدايه لو جت كل النعمه هتيجي بعد كده، فاذا اصبت هذه فقد اصبت كل شيء. البنت المتبرجه متبرجه ليه؟ لانها مش واثقه ان هي تلبس حجاب امهات المؤمنين وربنا يجيب لها عريس، هي واثقه في المكياج مش واثقه في ربنا. هو اللي ماسك اللي بيشرب المخدرات ده، هو لو ثقته ان السعاده بايد ربنا مش في جرعه مش في سجاره مش في صحبه سوء. المصيبه ان ثقتنا، ان ثقه المتبرجه جت على اللبس الضيق، ان ثقه الموظف جت على المال الحرام، ان ثقه الحاكم جت على امريكا ما جتش على شرع الله. فالقضيه كلها قضيه انت واثق في مين، قضيه الثقه ده نقطه مركزيه في الحياه، انت واثق في الله سبحانه وتعالى. عشان كده الكلمه الخطيره المهوله اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقولها بعد كل اذان، بيقولها بعد في احد وفي كل وقت، اللهم رب هذه الدعوه التامه، هتتم هتتم الدين ده هينتشر هينتشر الدين ده. الكلمه الخطيره اللي سيدنا موسى قالها، ودي برضو يعني الواحد يعني لا يزال يعرج على هذا الامر، احنا بنتعامل مع القران تعامل امي، احنا بنتعامل مع القران تعامل انه كتاب الحرف في 10 حسنات وفقط، مش ان هو روشتات نجاح في الحياه، مش ان هو بيوجه لنا مسار حياتنا. سيدنا موسى لما وقع في الكرب اللي الشيخ احمد جلال اشار اليه دلوقتي، لما يعني فسقى لهما خلاص سقى البتاتين ثم تولى، يعني ذهب الى اولى الناس دي اندال ومش هتنفع، الناس اللي مرضوش يسقوا فتاتين دول مش نافعين، تولى خلاص هيموت من الجوع. وابن كثير بيقول لك جلد بطنه دخل في ظهره، بيقول لك اخضر جلد بطنه من اجل من اكل ورق الشجر وحافي، قصه رهيبه يعني قصه مهوله. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما ايه انزلت
إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش إني لما عندك من خير فقير، مش إني لما في خزائنك من خير فقير. أنا موقن إنك ما سبتنيش وموقن إن الخير نزل يا رب، بس إيه اجعله يصيبني واجعلني أصيبه. إني لما أنزلت، ده الخير نزل، ده القصة خلصت. زي النبي عليه الصلاة والسلام في الغار كده، الموقف الدكتور عبد الرحمن بيقوله والغار، وزي ما الأمريكان حاطوا صدام حسين في الحفرة اللي كان فيها بالضبط كده. لو نظر سيدنا أبو بكر بيرفع راسه كده، لو نظر أحدهم قال قدمي إلى رآنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له أسكت أبا بكر، أسكت، الكلمة دي ما تتقالش. لو نظر لا رآنا، لا رآنا دي أسكت، ما تتقالش. ما ظنك باثنين الله ثلثهما، اسكت ابا بكر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام من شده حساسيه قلبه لمساله الثقه في الله واليقين في معيه الله سبحانه وتعالى لا يتحمل ان يكون هناك كلمه لا رانا، مين اللي رانا، انا كده مش هيحصل. اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني انا عايز اقول يا جماعه، احنا ديننا جميل، ديننا جميل، ديننا كله ثقه، ديننا كله امل. الاسلام فرحه، الدين فرحه، الدين امل، الدين الدين جميل يا اخواننا. الدين مش اوضه خنقنا الدين فيها وسبنا باقي القصر كله. الدين كبير، الدين تنميه، الدين نمو، الدين رقي. اول كلمه في القران اقرا، ما انا بقارئ. لا، ده انت بعد ما دخلت في الدين، ده انت اللي ما كنتش قادر تعمله هتعمله، ده انت اللي ما كانش في امكانياتك هيبقى في امكانياتك. التنميه البشريه ملخصه في اول كلمه في القران، انت هتبقى انسان تاني بامكانيات تانيه وبقدرات تانيه. الدين تنميه، الدين نهضه، الدين رقي، الدين صله بالله، الدين سعاده. الدين مش يعني الدين مفهومه كبير. لتتحقق الثقه في الله عز وجل ولتصير واقعا زي ما اشار الشيخ احمد جلال والشيخ ثقه في الله، ثقه في دين الله. ان انا اثق في دين ربنا، انا اقصد حاجه تانية. ازمه الثقه في الله سبحانه وتعالى ازمه موجوده، والواقع يشهد بذلك، ان في ازمه حقيقيه في الثقه في الله سبحانه وتعالى. والازمه دي لها مظاهر كثيره جدا جدا، ان هناك من الناس من أساء الظن في الطريق الذي سلكه، ومن أساء الظن في العلماء والدعاء، ومن أساء الظن في الدين. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. فإحنا محتاجين نعيد جسور الثقة، ومن أعظم الوسائل التي توصل إلى ذلك معرفة الله عز وجل. كلمنا شوية عن ربنا كلاما يعيد جسور الثقة أقوى مما كانت يا شيخ أمين. أولا دكتور غريب وبرضو أحبابنا المشاهدين، الأزمة مش أزمة ثقة في الله تعالى، إنما أزمة واثقين. اللي تربوا على الثقة في الله تعالى مش موجودة، لكن الثقة موجودة والدين موجود. لا، مش الحل موجود. الكلام عن الله، لا الحل إن ناس ترمي ابنها في البحر ثقة في الله. نقول. المقصود أزمة ثقة في قلوب الرجال، هي دلوقتي قلوب الناس. هي أزمة واثقين. اللي عندهم الثقة في الله سبحانه وتعالى هم اللي بيقلوا، لكن الثقة نفسها موجودة معايا، والإيمان بالله تعالى موجود. دي حاجة. تاني حاجة يعني نلتقط الخيط، إن ربنا هو علمنا سبحانه وتعالى ما يعزنا، ويخليك تثق في من يجب أن تثق فيه، ويخليك تثق في 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 غنى من أغنى، من الغنى بيده والخزائن ومفاتيحها بيده، وهو الذي خلق الغنى والخزائن وخلق الأغنياء. ربنا سبحانه وتعالى لما موقف نبي الله موسى لما تأوى إلى الظل قال ربي إني غريب، دي مش بلدي، ضعيف من كتر السفر، مريض من كتر الإرهاق، وفقير. قال ربي غريب ضعيف مريض فقير. فقال يا موسى المريض من لم أكن أنا طبيبه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمستوحش من لم أكن أنا مؤنسه. معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك أنا بس لا إله إلا الله. معايا؟ لذلك لازم تثق في الله. ليه؟ تثق في رحمة الله، إن ربنا رحمته سبحانه وتعالى أولا وسعت كل شيء، دي ثقة. ليه؟ مهما كانت أزمتك كبيرة رحمة الله أكبر منها، مهما كان مشكلتك ضخمة فرحمة الله أوسع منها. طب في بقى مشكلة تانية، أنا أمنت بأن رحمة الله واسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. معايا؟ أنا ساعات بعيش في كبر المشكلة، أنا أذنبت ذنب كبير، قال لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مش متقنطوش معايا من صغر ذنوبكم، ذنوبكم صغيرة هتغفر. لا، قال لك لا تقنطوا
من رحمة الله. إن يبقى تبص ساعتها الرحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تروح جاي لك أزمة تانية معايا، طب إمتى معايا؟ طب إمتى؟ قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. أنت عارف إن فرجي قريب، هيكون قريب. أنت مستبعد ولسه مستيئس، زي ما كان فضيلة الشيخ أحمد بيقول لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل؟ قال يا رسول الله، قال يقول دعوت فلم. يبقى ده مش عايش في الثقة في الله، هو عايش في إمتى، في الزمن. دي حاجة. لذلك رحمة الله لا تعز على طالب معي، رحمة الله لا تعز، ما فيش حاجة بتأخرها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعد. حاجة كمان، ده انت مش لازم تروح لها، ده هي اللي ممكن تجيلك. رحمة الله لا تعز على طالب. أدخلها الله لأهل الكهف في كهفهم حين افتقدوها بين أقوامهم، وأدخلها الله إلى يونس في بطن الحوت حين غرق في أعماق البحار، وأدخلها الله إلى يوسف في غيابة الجب، وأدخلها له في السجن، وأدخلها الله لإبراهيم في النار، وأدخلها الله لنبي الله محمد في الغار. نعيد بقى من تاني. أدخلها الله إلى يونس في بطن الحوت فأخرجته، وأدخلها الله إلى أهل الكهف معايا فجعلتهم آية، وأدخلها الله إلى يوسف في غيابة الجب فأخرجته إلى القصر، ودخلت إليه في السجن فأخرجته ملكا، ودخلت إلى إبراهيم في النار فأبردته، ودخلت إلى رسول الله فأنقذته. هي المسألة كده. يبقى رحمة الله لا تعز. تعالى معرفة الله تعالى من جانب تاني، أن الله عزيز معايا. معرفة عزة الله بتعطي ثقة. إيه العزة؟ من ضمن معاني العزة أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن عباده ينتمون إلى الأعزة. دايما كده الضعيف بيذوب في القوي. يعني ما تشوف مثلا واحد منتصر وقوي وهزم كل اللي حواليه، الناس بتنتمي لمين؟ للمهزوم ولا للمنتصر؟ للمنتصر. لذلك هو يعني أحد أسباب العزة، قال لك لا، حسن البصري بيصحح لك المعلومة، بيقول لك لا، ده المنتصر القوي العالي معايا اللي هزم كل، لو كان عاصيا لله لكان ذليلا، لثقة في الله أنه قد أذله. قال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولو حملتهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في أعناقهم لا يفارقهم. نعم. شوف بقى أنا يعني عشان الله إليك. ربنا عشان أختم بقى بكلمتين مهمين. إن ربنا سبحانه وتعالى من عزته ومن إحسان الثقة في الله تعالى معايا أن الله تعالى يعز أولياءه ولو كانوا ضعفاء معايا. نعم. ويهزم أعداءه ولو كانوا أقوياء. ما هزم الله فرعون في ضعفه، ولا هزم قارون في فقره، ولا هزم النمروذ في تواضعه، إنما هزم النمروذ وقسمه في تجبره، وأغرق فرعون وهو في قوته وسلاحه وبين جنوده، وأهلك عادا وثمود هم أقوى الناس، وخسف بقارون وهو في أغنى مكان في بيته. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، بس عملوا حاجة واحدة، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثقة في الله بقى إن ربك لبالمرصاد. مؤمن آل فرعون لما وقف وصدع بالحق، ربنا عز وجل قال عنه إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب. تمام. الفكرة ان ربنا عز وجل مش بينصر اولياءه بس، ده بينتصر لهم ايضا، ودي من علو كعب الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى. من اقوى الاسباب التي تجعل العبد عالي الهمة جدا جدا في نصر دين الله تبارك وتعالى الثقة. من سلامة هذا الطريق الثقة إن ربنا عز وجل ناصر دينه لا محالة. الثقة إن بنا أو بغيرنا سيمكن الله تبارك وتعالى لدينه، شاء من شاء وأبى من أبى. أرجو يا شيخ أحمد إن حضرتك تعرج على نصوص تبعث الأمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عز الأزمة يوم بدر،
أزمة شديدة طاحنة، المؤمنون ما استعدوا لقتال وما استعدوا لهذا الجيش، يا دوبك 317 رجل من الصحابة خرجوا، نعم، فوجئوا أمامهم بجيش قدره 1000، ومع ذلك رسول الله في هذا الموطن يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وجيش جيش جيش، وهم ما كانوش طالعين على انهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الأماكن الثقة كمان، فيقول هذا مصرع أبي جهل غدًا، الله أكبر، نعم، وهذا مصرع عتبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة. في عز الأزمة كان رسول الله يبث الثقة، في عز الأزمة، في عز الأزمة يوم الخندق، اللحظة دي اللي كانت قلوب الصحابة خلاص تزلزلت، وبلغت القلوب الحناجر كما قال ربنا عز وجل، فعلا وبلغت القلوب الحناجر. تعترض الصحابة، هم بيحفروا خندق صخرة عظيمة، ورسول الله يضربها الضربة الأولى، الله أكبر، وتيت مفاتيح الشام، الله أكبر، وتيت مفاتيح، يا رسول الله في وقت زي ده. حتى إن بعض المنافقين اللي دايما بسميهم المرجفين يقولوا يعدنا بفتح كسرى وقيصر وأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. ده سبحان الله، في عز الأزمة أنا بقول للناس يا جماعة اطمنوا، يا جماعة أبشروا، والله الثقة في الله سبحانه وتعالى هي السبيل إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الله سبحانه وتعالى ناصر دينا وناصر أولياء. ممكن الدنيا تشد شوية، بس صدقوني والله كل ما هتشد أكتر هتلاقي النصر والتمكين قرب جدا جدا. عارف يا دكتور غريب، الله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ها؟ جاءهم على طول كده مباشرة بسرعة وفجأة، هو خلاص القلوب وصلت لمرحلة من الهم والشدة والضيق، خلاص. نفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى يذكره في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ربنا يقول ألا إن نصر الله قريب. احنا محتاجين فعلا ندعم المعاني دي مرة تانية في قلوبنا، ولكن مع تدعيم المعاني دي ان انا واثق قوي في ربنا سبحانه وتعالى، انا لازم اخد بالاسباب. طيب ايه الاسباب؟ ايه الاسباب يا دكتور عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اقسم بالله العظيم انني على يقين وعلى ثقة ان نصر الله جل وعلا قادم، وان التمكين قادم اكثر من يقيني اني اتكلم. انا على يقين جازم أن النصوص أن كثيرة في الكتاب وفي السنة، وهذا قريب جدا والواقع يعني، بل أنا يعني أجهر بهذا يمكن لأول مرة، إن بعض دعاتنا الكبار سأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يمن عليهم بعد هذه الأزمة الأخيرة وهذه الفتنة العظيمة وهذه الدماء التي أهرقت وهذا الظلم الذي انتشر، قال هذا الشيخ والله إني لأشم رائحة الخلافة، لا أكل رائحة التمكين أو النصر أو أن تحكم مصر بالإسلام، بقول والله أشم رائحة الخلافة. هذا هي الثقة في الله عز وجل، علامة قرب النصر، علامة قرب التمكين هذا الابتلاء وهذه الشدة. إننا على يقين أنه ما إذا طالت الصحراء فلنعلم أن وراءها رياض النضرة. كيف يثق العبد في ربه سبحانه وتعالى؟ يثق في الله جل وعلا أن يرى هؤلاء الواثقين. إنما تعلمنا الثقة عمليا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، من المؤمنين الصادقين، ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حين ترافق المؤمنين، ترافق الصادقين، صحبة الصالحين، ترافق الواثقين تثق. نعم. حين تبتعد عن المرجفين الذين ذكر الله جل وعلا عنهم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرين، يعني لا يجلس الى المرجفين ولا يستمع اليهم لا يضعف قلبه. من اجل اسباب الثقه ان تقول يا رب، نعم، الدعاء اللي ملأ قوم ان ربنا عز وجل يملأ قلوبنا بالثقه، ان تدعو الله جل وعلا يا رب ارزقني اليقين. النبي عليه الصلاه والسلام قلما النبي العلاقه بين العبد وبين النبي قلما دعا دعاء الا ودعا بتلك الدعوات كما في الصحيح حديث ابن عمر، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصاتك، ومن طاعتك ما تبلغنا وجهتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا. إن أيقنت وثقت ودعوت الله جل وعلا بذلك سيعطيك الله جل وعلا ذلك. رؤية قصص السابقين الذين وثقوا والذين من الله عليهم بالنصر والتقوى، صحبة الواثقين والصالحين، كذلك من أجل أسباب اليقين أن تنشغل بربك بالعبادة. بالعبادة كلمة اللي ذكرها الشيخ أمين في قصة سيدنا يونس في أخيرها قال إيه؟
وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. اعبد ربك وانشغل بعبادة الله جل وعلا. الله جل وعلا قال إنهم يكيدون كيدا. مش كيد لهم، لا، أنت انشغل بعبادة ربك هيكيد لك. حكتي يعني الطاعة، الإنسان يجتهد في الطاعة ويصلح فيما بينه وبين الله عز وجل بأنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار، لأن مقام الثقة في الله سبحانه وتعالى ده من المقامات العالية جدا جدا، لا يستطيع أن يحصلها إنسان غافل. مستحيل قلب غافل ساهي لاهي يقدر، يعني القلوب بتتزعزع من أقوى أسباب زعزعة الثقة في القلوب المعاصي، الذنوب وانشغال الناس باليقين في غير الله سبحانه وتعالى. ما ده برضو من شؤم الذنوب والمعاصي، لأن من شؤم المعاصي إن الإنسان ينشغل عن الله عز وجل بغيره. الوقت لما خلص، يبص للأقوياء. الوقت خلص، احنا انا عايز يعني زي ما عملنا في حلقة قبل كده عايزين نوجه رسائل سريعة جدا جدا، بس المرة دي في جملة واحدة لأن الوقت خلص من زمان، جملة واحدة بس وبعدها نقطة، ما تكملش سطر يا دكتور حازم. عودا على بدء، رسالة كيف نعيد الثقة في القلوب؟ تقول للناس ايه؟ تقول للجماهير ايه يا دكتور حازم لتعود الثقة في القلوب؟ يعني انا كنت عايز اختم بالكلمة اللي انت بدأت بها دكتور غريب، احق ما قال العبد، اعظم حقيقة في الكون كله. نفضل نذكر ربنا بالجملة دي ونكررها كتير جدا، مش جوه الصلاة بس. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أعظم حقيقة نفضل نعرضها على قلوبنا لحد ما نفق إن يعني يا جماعة لا تنسوا هذا المعنى، أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. ما فيش حد هيمنع عطاء ربنا، وما فيش حد هيجيب حاجة ربنا عز وجل أراد ألا تأتي. وحده ثقة. لا إله إلا الله. فضل وحده. شكامين. واحد سأل شيخ، قال له أنا رايح بكرة لوظيفة، شوف لي وسطة. قال له هشوف لك وسطة جامدة جدا. تاني يوم راح له قال له شفت لي وسطة؟ قال له والله وسطة جامدة. وقال له كلمته؟ قال له كلمت. قال له مين؟ قال له ربنا. قال له بقول لك وسطة تقول لي ربنا؟ لا حول ولا قوة. ده من إيه؟ من امتلاء القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. التفت عن الله إلى غيره. يرى القوة فيظن أنها الوحيدة، يرى السيطرة يظن أنها الوحيدة، يرى الرئاسة، يرى الجنود، يرى الجيوش، يرى الأسلحة، يظن أنها الوحيدة، ومع إن أساسا هؤلاء مخلوقون وليسوا بخالقين. نبي الله موسى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. نعم. تفضل يا شيخ أحمد. عايز أقول إذا كنت مريض فثق في الله الذي سمى نفسه الطبيب، وإذا كنت واقع في هم أو كرب فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الكافي يكفيك ويدفع عنك الشر، وإذا كنت مظلوم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصرك. تعرف على الله، وكلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت ثقة فيه. من أجل ذلك معرفة الله كلما ازددت ثقة فيه تعيد الثقة. من أجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أوائل الفرائض علينا أن نعرف الله، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل النبي معاذ إلى اليمن قال يا معاذ فليكن أول ما تخبرهم به أن يعرفوا الله. نعم. دكتور عبد الرحمن. لا يأس يسكننا وإن طال الأسى وقسى، فإن يقين قلبي أعظم، فإن يقين قلبي أعظم. أرجو أن ترسخ هذه الكلمة في قلبي وقلوب الناس. هو علي هين، هو علي هين، إن الله معنا. الحمد لله. كانت حلقة لذيذة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة صادقة يا رب، وأن أدعو سبحانه وتعالى أن يجعل حالنا وأعمالنا أحسن من كلامنا يا رب. اللهم لا تجعل هذا الكلام حجة علينا يوم أن نلقاك. أمين. اللهم املأ قلوبنا بالثقة فيك. آمين. اللهم ارضنا وارض عنا. آمين. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. آمين. اللهم اهدنا واهد بنا. آمين. واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. آمين. غير ضالين ولا مضلين. آمين. غير ضالين ولا مضلين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. سلما لأوليائك. آمين. حربا على أعدائك. آمين. نحب بحبك من أحبك. آمين. ونعادي بعداوتك من خالفك. آمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.